باشا سعد دي والنبي عايزها في نومي. أبوس إيدك يا باشا. أنا آسف. ما قدرتش أعمل حاجة. يا باشا هات أمي ملهاش حد غيري. أدفن أمي والنبي حسن بيه. أحب على إيديكوا. أحب على إيديك يا باشا والنبي. أحب على إيدك والنبي. أمي ملهاش حد غيري يا أخواتنا. أبوس إيديك يا باشا والنبي اتصرفوا. يا باشا أدفن أمي وأرجع. أدفن أمي وأرجع. طب تعالوا معايا. أبوس إيديك يا باشا والنبي. طب كلم سيادة المأمور. كلم سيادة المأمور والنبي. يا باشا أمي ملهاش حد. أمي ملهاش حد يا باشا والنبي. والنبي يا باشا. الله بريئة جميلة، انت تقعد تنفض كده؟ خلي بالي عيون النسوان فضاحة. ما بلاش نروح الجنازة دي عنسوس. ما نحضرهاش ليه؟ ده كلام. عشان اللي انت بتقوله ده، عيون النسوان فضاح، وانا زين اول ما هيبص في عيني هيعرف كل حاجة. اقعد يا بوب، عشان انت غشيمة وجديدة افكار. المثل قال ايه؟ اقتل قتيل وامشي في جنازته. بعدين انت هتخافي من ايه؟ اول حاجة انت معايا في حمايتي، والناموس محبوس. اسمعي كلام عزوز. عزوز مش بس يقتل القتيل ويمشي في جنازته، ده يدوس على جدته كمان. عزوز ملوش عزيز ولا غالي. عزوز ايه يا ام؟ بقول لك ايه، اسمع يا خد، ربنا يقدرك على فعل الخير. عايزك وانت نازل تدفن زهيرة، عايزك تدس العمل ده. في يام يام خفايا فقري بقى يام فقرتيني. في عزوز؟ في ايه؟ بقولك ايه، انت عايزين اقتلك بيدي يا ابن عاق. لا يا اخويا ما تبقاش ابن عاق، اقتلني يا اخويا وانا بعتلك روحي تنكد عليك وعلى اللي خلفوه. اهو ده على سيرنا سالك منك في الدنيا. ياما انت شريرة في الدنيا، لما تجيلي الروح بقى هيحصل لي ايه؟ ابعد عني ياما، ابعد عني. عدلكم وحدفنكم بايدي نفر نفر وانا حدفع. يا حبيبتي يا زهيرة يا حنينة يا طيبة، قطعتي بينا يا غالية. الحمد لله خلصنا منها. الحاجة زهيرة هتدفن خلاص، وزين مش هيحضر الجنازة. أحسن. العمار بيد الله، وأم زين زي أمي، وأعمل معاها الصح والمظبوط. عقبال السبعين. إيه؟ إيه؟ بينا. قومي يام. يلا يا فرقتي. يلا يا مروستي. تعالى يا حبيبي. حسن باشا مش بيرد. يا جماعة كرام الميت دفنه، حرام علينا كده، الميت ما يستنظرش حد. عندك حق يا ابني، زهيرة لازم تندفن في تربتي، احنا متوعدين على كده. اللي تروح تستنى التانية، كانت عشرتي في الدنيا وان شاء الله هتبقى في الاخرة. يا يومي انا قبل يومك يا زهيرة. لا اله الا الله، لا اله الا الله، اتخطفتي بدري يا زهيرة يا حبيبتي يا غالية، ده عشرة عمري. الله يرحمك، في الجنة يا زهيرة في الجنة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في حاجة ناقصاكوا؟ شاكرين يا معلم. ومستنين إيه؟ إكرام الميت دفنه. إن كان على زين أمه زي أمي، واللي كنت هعمله لأمي هعمله لها. الأمانة جاهزة؟ بدري. يبقى توكلنا على الله. اطلع يا ابني. نطلع يا ابني، نطلع بالحديدة. شدي حيلك. واد يا شطار، انت بتعمل ايه هنا يا هلا؟ بعمل الواجب يا معلم، وليا ناتج. الواجب اللي انت تقعد تحفر لغايه ما تلاقي باب المقبره، فاهم؟ حاضر. غير كده ما اشوفش وش. حاضر. يلا يا جميله، يلا يا حبيبتي. اسمع يا، انت بكره الصبح تلبس الحته على الحبل
تيجي تقدم لي عشان اكتب كتابك على اختي مها، بس وريني عماره وافتح لي باب المغاره. عيوني مش عايز عيونك دي بسناني. مش عايز عيونك دي بسناني، هحفر بسناني. اغسى وحدو. ايوه هشام باشا. ايوه متر، خد زين معاكم. يا سليم ادفن ام انت سليم، بالراحة عليها والنبي. الله غصب عنه الحديد حاشو انه هو يودعك. براحة سليم عليها والنبي. يلا زين يلا عشان تلحق جنازة والدتك. أنا جبت موافقة من الداخلية عشان تحضر جنازة والدتك وسط حرسهم الداخلية. يلا حافظ على الأمانة، اوعى حد يوقعها. الموت كاس وكل شيء، والقبر باب والكل داخل. نفسي اشتري كده ومش اخرتي على حياة عيني، واخده معايا بقى العمرة ازمزمه بمزاجي يا امك عشان خاطر. بقول لك ايه يا واد يا حليوة، حسك عينك تمشي غلط، عشان زي ما اجتمعنا كده في الدنيا ان شاء الله نجتمع في الجنة. انا هسبقك صحيح، بس انت براحتك، تعالى على راحة راحتك. اوعى يا زين تخاف من الناس ولا من الدنيا، طول ما قلبي داعي لك يا حبيبي. عارف يا زين، كل واحد بياكل من الشجره اللي زرعها، وانت يا قلبي زرعت خير ياما. ما هو اللي يزرع ورد يشم، واللي يزرع شكبه يتعنى يلمه. تصدق؟ روحي وهي طالعه كده هتشاهد، وبعدين ادعي لك، وبعدين اسلم الامانه لصاحب الامان. الدنيا ملهاش امان، تبني لك بيت من دهب وسرير مرجان، وفي يوم وليله تاخدهم منك وترجعهم زي ما جتها عريان. انت ليه مستكتر عليا الراحه؟ عشان الدنيا ما فيهاش راحه.
ربنا قال كده يا زين، خلقنا الإنسان في كبد، احنا بنجي الدنيا عشان نبني بيت للآخرة. اسمع كلامي، شوف نفسك عايزة ايه وخلفها، تكسب النفس تهلك. احنا تراب بنجري ورا سراب، احنا تراب بنجري ورا سراب. حلو السهر اللي اختار، بس يمرك من السهر لما هو اللي اختار. لطافي لطافي قوي يا امه، قطع فيكي وانت عشرتي يومين، ده انا قسمت معها حلو الدنيا ومره. كل ما قلبي يغوى حاجة الموت يخطفه مني. مسكين زين كسرته فمه وهو في ضيق الحديد واعرى، بس وقف راجل، وقف راجل وسطره. سيبك من كلام الأم الناشف اللي يوجع القلب ده كل ما قوله، وخليكي في كلام الأم لأنستها أو صاحبتها. قولي يا بنتي، أنا خابرة أن القلب سلطان والنفر منينا يحكم في كل حاجة إلا في ابن الكلب القلب ده. عملتها قبلك وغويت أبوكي، وكان بناتنا طار كان متهم في قتل والد خالي. شفت المر الوان واشكال، ابويا كان حيقتلني. يما سيب امك تكمل حكايتها، انا فتحت قلبي يا بنتي. ابويا كان بيتعاير بي، وعي انا يما اللي بتفرش القول. يا ويله اللي يحب اللي مش ليه، امك دقتها قبلك. خبر يا بشاير، فيش عصفورة بتعشق سمكة، لو العصفورة اتدلت الماي للسمكة تغرق، ولو السمكة هملت الماي وطارت مع العصفورة تموت. عين العقل يا بنت أمي، طول عمرك تعدل الماي. ما تخافيش يا مناهية، أنا عيني راكبة زين بس لأجل أمانة الميت لحد ما يفك محلته. عقلي مصدقك بس قلبي لا. ما قلت ليش ياما؟ ايه جهزت يا ابوي كيف عقدة الطار مربوطة؟ زهر الحق وطلعت يده نظيفة من دم والد خالي. يعني انت تحطي الذهب لجميلة عشان تسرقيها، وانا احط لها الحشيش عشان تدخل السجن ويخلالي الجو مع زين، وفي الاخر نار عزوز تكوين انا وانتي؟ اه، ويتجوز جميلة عشان يكسر نفسي، ويتجوزك شرارة
عشان يخلص من مراسي وفارق. انا لا يمكن اتجوز شراره ده، ده انا اولع في نفسي احسن. طب وليه تولعي في روحك؟ ما نعمل ايه؟ تعملي زي ما مراسي بقى بتعمل. مش فاهمه. عمتي هيا يا حبيبة تعال. بتوغوش لما تقولي لي يا عمتي. جبتي إزازة سم بدل اللي خلصت؟ قصقصي رشتيرك قبل ما يلف على غيرك. عين العالية يا بنت اخويا. هتعلي على اخوكي. الدنيا غالب ومغلوب، وعزوز لو اتمكن مننا هيحرقنا واحد واحد. اخ مسكين يا فرقتي، ازازة السم مش مقسومة لك. هلا بالاربع. مساء الفل يا جميله. زين اكيد لما شفنا النهارده مع بعض في الجنازه فهم كل حاجه. طب انت خايفه من ايه؟ هو الحب والعشق بالعافيه. عموما انا اكتب كتاب عليك بكره ونعلي الجواب عشان اللي يبص لك بعد كده بعينه عميه. طب وورقه الورث اللي راح لامه ده هنعمل فيها ايه؟ انا شايع المحامي بكره هبعته له الاسم يكتب ورقة التنازل. الواد ده فقري مش غاوي مال، يسيب المال بقى لأهل المال عشان نروق ونتبسط ونسافر بره. على فين العزم؟ جاي معايا يا أختي ولا قاعدة؟ جاية معاكوا على فين؟ هو احنا لينا حتة تانية؟ قصري، جاية ولا قاعدة؟ لا قاعدة، قاعدة في بيت جوزها. أنا بطلب منك إيد الأنسة جميلة على سنة الله والرسول، وعايزك تقعد عشان تشهد على العقل بعد جواز أخت. يلا يا هيمة نمشي من هنا. ليه بس يا نوسة؟ يلا يا هيمة. ليه هيكة؟ حتى أنت يا نوسة؟ ما تزعليش نفسك. في الزمن ده اللي يصعب عليكي يفقرك. اسمعي كلامي، اعتبر الناس دي السلالم دوسي عليها عشان تطلع للعالي وتبقي فوق. اشتري مني. لا لا لا، ده انت على وش الجواز، غلط عليك الزعل. تعالي بس نقعد فوق. تعالي، ده انا هوديك شرم الشيخ والعين السخنه وراس البر. هو ده زين. وشك مش مريحني يا زين. أنا رأي أمي يا باشا، الله يرحمها، هي الدنيا كده، لا فيها راحة ولا بالراحة. الراجل يا باشا بيفضل عيل لغاية لما أمه تموت، بعدها بيشيخ فجأة. إن شاء الله قضيتك هتخلص على خير وهتطلع براء، بس بعد كده بقى مش عايز اشوفك ممسوك مظلوم تاني. ها المرة الجاية يا باشا هتمسك، بس مش وانا مظلوم. باشا انا خلصت مدتي في السجن، يعني لزومه ايه ابات في العجز النهارده؟ اجراءات يا دعبس، وعاوزك لما تطلع من هنا تمشي جنب الحيط، ومش عايز مشاكل في عزبه شلبي. خلاص يا باشا،
مبقاش في العمر عمر تاني للسجن. عين العقل، هتبات النهارده في الحجز وبكره ان شاء الله هتخرج. اوامر يا بشوير. خد على الحجز. عايز حاجه زين؟ اكتر من كده يبقى بطل يا باشا. طلع في خيرك. استأذن باش اروح على الزنزانة بتاعتي. خد زينة الحجز. مالك يا حسن باشا؟ ها؟ مالك؟ مش عارف يا هشام. حاسس ان زين بيخطط لحاجة انا مش عارفها. ما تقلقش. طول ما هو هنا مش هيعرف يهرب. اللي زي زين ما يهربش. بقولك يا هشام، انا عايزك تستعجل لي اجراءات تحليل المخدرات بتاعت زين. حاضر. انت دابس في توت عزبة شلبي؟ مين يا غدا انت؟ تعرفني منين؟ سمعت عنك من ابويا. وانت ابن مين يا شبح؟ انا ابن المعلم زكريا الديب. ايه ده؟ ده ابن الديب الكبير؟ طب وايه اللي رماك الرمية دي؟ اللي رماني هو اللي رماك. بقول لك ما تفك كيسك وهات الكلام على المعدول وفكك من حاورين يا كيكا. طب اسمع الكلمتين دول من الاخر عشان انا ما بحبش الكلام الكتير. الله يرحمك يا ديبا كبير، كان دايما يقول لي كده برضه. طب خد بقى من الديب خلفة الديب الكبير المصلحه دي. انت هتطلع من هنا وتجمع رجال قلبها ميت مع عيلتهاش اللي تخاف عليه. جمعنا الرجاله وبعدين؟ ده بعدين دي تسيبها لي انا بقى. اما اطلع من هنا. وانت جاي في ايه؟ مخدرات. يعني زي ايه؟ طب دفاع بالميت 3 سنين سجن. يا هلا من يعيش بقى. انت كتير الكلام ليه؟ تسمع الكلام اللي بقوله لك واسمع المصلحة. الكلام على مين؟ الديابة. ديابة؟ طب ومش هايب وانت بتقولها؟ مفيش ديب بيهاب ديب. والاسفلت ما شالش لسه اللي انا هابه. اسمع كلامي، انت مش قد الديابة واسر الشر. أنا طول عمري بأثر الشر. لسه ما بيجيلي بفتح له دراعاتي وأرحب بيه. أنا طول عمري غاوي أجيب حق الغريب. ما بالك بحق أنا. تجيب لي المأذون آخر النهار. ألف بركة يا كبير. عقبالك لما تقيم شرع الله كده وتجوز واحدة واثنين وتلاتة وتكسر عين خالتي مراسي. كل شيء بقى أنا يا معلم. أنا كان غرضي يعني فرحة تبقى واحدة. أنا أتجوز 6 بنات البت ما تتجوز شرارة وأنت تتجوز اللي عليها العين والنية. ربنا يعلم يا معلم على فرحتي بيك زي ما تحب روحي والله. الله الله الله، انت مالك لازم تلف الشمال ويمين كده ليه؟ انت بقيت الراجل بتاع الراجل الكبير. اه المعلم.
يعني اجمد كده ودوس وما تقلقش، انا في ظهرك. حاضر يا معلم. طب يلا. اروح فين؟ شوف المأذون وهات لنا شقة توهات وملبسات ومقسمطات. حاضر يا معلم. حاجة ساعة. حاضر. سخنة. حاضر يا معلم. مستعجل على ايه قوي كده يا عزو؟ الله، ده انا كده ازعل. يعني انت عايزه تفهميني انت مش مستعجله على الحلال بتاع زوزي اللزوز؟ مستعجله وكل حاجه، بس زين مش هيسكت. زين بقى ربنا يفك دقنه، لما يخرج من السجن بالسلامه نكون احنا جبنا ولي العهد. طب ايه رايك نسميه زين؟ اه، عشان يعرف اللي احنا بنحبه. بعدين زين مين اللي في دماغك ده؟ انت متجوزه الكبير، الكبير اللي لا شايف حد ولا في دماغه حد. ايه اللي انا يا عزوز؟ خد بالك انا لو شميت ريحه غدر مش هسكت، يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. ها ريحه جميله بتبقى فل الفل. ماشي لما نشوف. اهلا متر شفيق. خير؟ خير يا عزوز، بعتلي تاني ليه؟ الله، انت مش متر العيله؟ عايزك تشوف الماليه اللي في رقبه الميتين دي. الست زهيره ماتت وزين حبيب اخوه مش راضي يورث. عايزك تشوف لي حل في المشكله دي. عايزينك تروح لزين الاسم قبل ما يرحلوه على السجن وتمضيه على التوكيل عشان نشوف موضوع اعلان الوراثه ده، عشان نشوف حالنا بقى. انا هخلص الاجراءات دي عشان تخص زين ابن المعلم زكريا الله يرحمه، بعدها تشوف لك محامي تاني يا عزوز. وانا احتاج محامي تاني ليه؟ انا ماليش في المحامين اساسا، انا شغلي في النظيف. اه خلصت انت المصلحه دي وانا هراضيك. قول لي حصل وبيحصل. سلام. من غير سلام. انا كده كده ما بحبش الراجل ده من زمان، عامل لي فيها شريف كده ومحفلط في نفسه. المهم ليلتنا الليله دي هتبقى ليله فل الفل. طب رسينا على اللي في راسك. قصر يا دابس، قصر ويطلع من هنا واعمل اللي قلت لك عليه من سكات، واعرق الرجاله في رقبتي. طب ويا الرجاله هتلحق تتأنب عرقها؟ الحكاية معدية زي ما انت بتقول، يعني اخرتها موت. وسارة، سمعت عنك كتير الشقاوة، بس الظاهر انه خلاص زمن الشقاوة ولا؟ انا ما حلتش حاجة خسارها. يبقى خايف من ايه؟ طالما كده كده خسران ما تمشي ورايا، مش يمكن سكتي اخرتها مكسب؟ مفيش مكسب بيجي من عرك الديابة مع بعض. اللي داق الخسارة أي حاجة بتيجي في سكته بعد كده تبقى مكسب. أنا من يعيش بقى؟ ده قدامك في السجن على الأقل 3 سنين بالميت، والسجن بيكسر الرجالة وبيطفي نارها. أنت هتقولي ما هو قصاد عيني أهو الراجل الشديد اللي كان صيته مالي الحته كلها واتغدر بيه قاعد قصاد عيني مكسور، ولا على باله مين اللي غدر بيه ووزع عليه وضيع 3 سنين من عمره. مش هتخرج بره الديابه، هجيب لك حقك وحقي فوق منهم نفعك. ها تقصر في الكلام ولا نمطه؟ لا ناصر. حلو، انا عايز اهرب من هنا ليك سكه. طب يا ريت من العب، طب يا ريت من الحكومه. هتهرب من عجب ازاي وهو فاضل له كام يوم ويخرج بره السجن؟ ده كان بيعد الايام على صوابعه عشان لما يخرج يقتلك.